ما رح أقدر طول، يمان لوحده بالبيت. طيب أنا بس بدي أفهم شو يلي صار يا توجان، يعني أنا ما عم أفهم شي. مشكلة أبوها لزينة تعرفيها منيح لأنها هاجمت غرفة الأطباء. مزبوط بعدتي عنا، بس كنتي دائما معنا. بس أنتي متغيرة شوي. وأنتي يا ناز عطيتك هديتك من قبل، إن شاء الله تكون عجبتك. قطعتها بالمقص. آسف. مو مشكلة هلأ، خليهم يعملوا اللي بدهم إياه، أهم شيء إنه بإيدك الراس. بكرة بيتعودوا كلهم عليكي ولا تاكلي هم أبدا. بدي أقلك شيء مهم كتير بصراحة، طلعتك من البيت يعني كركبتني. قدرتي تمسكيها، هربت الضفدعة. نسوستي حبيبتي، والله إذا وقعتي. شو بك زعلانة؟ هلأ رجعت من دكان عمو، مزاجه كان معكر على آخر، وبظن إنه علاقته بتوجان خلص عمره. شو هالحكي؟ أي والله العدة كلها جديدة، ما صار لي سنة شارية. مبينة جديدة واللزقات تبع الوكالة بعد عليها. عدم المؤاخذة، بس ليش بدك تسلم الدكان وهذا المحل كبير ومكانه مرتب وزباينه كتار وكل الناس بالمنطقة بتعرفه؟ لكن ليش؟ مليت من هالمهنة بالمرة، سبب شخصي. إذا كان السعر بيناسبك فبارك لي بالدكان. معناها اتفقنا، رح أجهز الأوراق وننهي الموضوع. مبروك عليك. شكرا. شو أخبارك ماما؟ شفتي قطتك الصغيرة السودا؟ ما نسيتي يا ما هيك؟ كتير علي بشوش يا أمي، والأمور كتير مخربطة بالبيت. أنت بتعرفي، بس بابا صايرة قراراته غريبة، ومشان ما أظلمه هو بالفترة الأخيرة كان كتير منيح معنا. يا ريتك ما رحتي وتركتينا. أنا بعرف إنك ما رحتي بكيفك، بعرف كل شي ماما. بترجعكي بتقدري تقولي لي مرة واحدة يا قطتي الصغيرة؟ يلا هاد بكفيني. قلك شغلة بيني وبينك، حتى لو إجا مين ما كان على هذا البيت ما رح ياخذ مكانك. اشتقنا لك كتير يا أمي، عندي أسئلة كتيرة ما عم أقدر أسألها لحدا، كل شي لازم أدبره لحالي، وهذا الشي صعب، صعب كتير يا أمي. لو سمحت. تفضل. إذا تريد هذا الشارع تبع المعمار كمال الدين. شارع المعمار كمال الدين هو اللي بيقطع هذا الشارع. شلون بدي اروح لهنيك؟ تمشي بشارع الزاهرة دغري، بعد 5 متر بتلاقي التقاطع، وبعد التقاطع مباشرة بتلاقي شارع كمال الدين. شكرا لك. أهلا حبيبي. أنا جاي أوقع اتفاقية سلام معكم يا ستات، بعد فترة قصيرة رح نعيش كلنا سوا بهذا البيت، وأنا بعرف إنه لازم أتعايش معكم بشكل جيد أنتوا قبل غيركم. استغفر الله. ست عايدة، نحن كلياتنا تحت أمرك. أنا فهمانة كل شيء. خلينا ننسى القصة اللي وصلتنا لهذا اليوم. أنا بدي منكم شغلة واحدة، لازم تمشي الأمور بالبيت هون مثل ما كانت أيام سيلة، مفهوم؟ مفهوم. نورا، بعرف إنك ما كنتي بهداك الوقت، ما في مشكلة، آسيا رح تشرح لك كل شيء. أنا رح أشرح له طبعاً. كان في بالبيت هون نظام مهم، فرات حاول انه يستمر هالنظام بس ما نجح، وهذا شي طبيعي لانه رجال وهذا شغل النسوان، ولهيك لازم نشتغل شغلنا بشكل جيد. مشان هيك رح احتاج مساعدتكم. وهلا متفقين صح؟ اكيد.
طيب منيح، معناتها من بكرة رح نبدأ الشغل وهيك بيكون الأمر سهل عليكم. آه غادة، شو أخبارك؟ شو شعرك صار حلو هيك؟ صرتي بتشبه القطة السودة الصغيرة بالضبط. يلا نوري يلا. اسمعيني يا أختي، خلينا نتفهم على الموضوع مرة تانية بالتأكيد وبكل تأكيد. ما رح تقلي لي قطة سودة، ناديني بس غادة وأنا بقلك يا أخت عايدة. ماما الوحيدة اللي بتناديني هيك. إذا مرة تانية سمعت منك هالكلام فما رح يكون عندي أي احترام لإلك، وأنا عن ربهك هلا. بعتذر. ألو، إيه مؤيد؟ شو أخبارك رزا؟ منيحة، وأنت شلونك؟ ماشي الحال. الحقيقة كنت أفضل نتفاهم قبل ما أحكي مع محاميكي، اتصل الصبح بده يحكي بالشروط. يا سلام، وأنا ما عندي علم. شلون ما عندك علم؟ عن جد أنا ما عندي علم مؤيد، هذا عم يتصرف هيك من عنده. شو هالتصرف التافه هاديا؟ تعرفي رزان كان عم يساومني على حصتك بالمال. أنا بعتذر كتير، يعني بحلف لك يمين إني ما جبت سيرة هيك شي مؤيد. يا الله رزان، اسمعيني منيح، شو رأيك نلتقي ونحكي شوي؟ لأنه الصوت هون عم يقطع، يعني طبعا إذا وقتك بيسمح. إيه طيب، أنا هلأ طلعت من الشغل وطالعة على البيت. وين أنت هلأ؟ مؤيد؟ ألو مؤيد؟ أنا بالتلال السبعة. معقول أنت هنيك هلأ؟ قصدي أنت موجود هنيك؟ طيب طيب استناني، أنا جاي لعندك فورا. منتظرك. كمان عشمال شوي فرات بيك. على اليسار، يسار. عفوا، يمين يمين. يمين. يسار. لك ابني شبك انت، مانك خادم جيش؟ خدمت. وهنيك ما علموك شمال من اليمين؟ بصل وهنتو توم وهون بصل، يسار يعني يمين. عفوا فرات بيك، هلكتني بالعفو تبعك من الصبح وانت عفوا عفوا. اسف. نزل لتحت. الامر مو سهل خاصه مع تعصيبك هذا. خليني بحالي، بعد هالعمر بدي اعلم الاولاد اليسار من اليمين. فرات؟ ايه. بدي هويتك اذا بتريد. مشان شو؟ لازمتني لكمل وراء الزواج. بس هلا مو معي ولا شهادة سواقة. وشلون بدي سوق السيارة؟ بركي وقفتني الشرطة، شو بعمل؟ طيب ما عاد بدي اياها. ليش مستعجلة؟ هويتي بالبيت، إذا ما نسيت بكرة بجيبها. طيب رح ذكرك فيها. طيب استنى لحظة، ما خلصت بطاقات الدعوة. لازم نقرر سوا الموديل المناسب. شوف نص الكرت، هاد حلو وهاد كمان حلو. ايه حلو. وهاد كمان مميز. شوفي، بدي ذكرك بشغلة، ما بدي عجقة وناس كتير، لأصدقاء والأقارب وهيك بكفي. ماشي؟ طيب فرات، الناس اللي رح نعزمهم يا ترى العم صادق منهم؟ رح خبرك بعدين. فرات؟ ايه. في شي زعجة؟ ايه في الجو، الجو خانقني، ما رح تفهمي. الله الله، وين راح هذا الولد بدون ما يخبرني؟ وشو هو ترتيبك يا عمورة؟
المركز الثالث ولا الثاني؟ والله بالشطرنج كان ترتيبي الثاني وعمري 9 سنين، يعني هذا الشيء من زمان مو هلا. قصدي ترتيبك بين اخواتك مو بالشطرنج. اصغر واحد فيكم الناس هاي بعرفها. ايوه عفوا. يعني انت الثاني ولا الثالث؟ عمولة قالوا لي انه عندي ضيوف بس ما توقعت. ما توقعت يكون انا ما هيك؟ لا شوفي في شي مشكلة بالبيت؟ لا ابدا ولا شي. انا جايب شغلة مهمة، هاي رسالة بعتت لك اياها ناز. ناز كتبت لي رسالة؟ شكرا. تعبت كثير بالمشوار مو هيك؟ لا انا يعني منين اجيت؟ قصدي ما في تعب، شو جاي من جبل الحكايات؟ جبل الكاف. ها ولو كنت بجبل الكاف كنت رح اجي وجيب لك الرسالة. بكرة من الصبح انا رح روح اقلعه، خليه يعرف مكانه. شو هالزلمة هاد؟ كتير فضولي. بعدين انا قلت له ما بدي شي. بالنسبة لي انا اعطيته كل شي. شو يعني؟ عادي بدون اي مساومة قلت له بتقدر تاخذ كل شي. اذا كنت خسرت مرتي فشو المشكلة اذا خسرت كل شي كمان؟ حلو كتير انك متذكر اني مرتك. بحياتي ما نسيت انك مرتي ولا نسيت النقشات اللي كانت على كنيستك كمان. لازم تتذكر هذا الموضوع كل مرة مو هيك؟ لا تزعل يا رزان، كان عندك كتاف اعرض الكتافي، فشلون بدك يعني انسى هالشي؟ حبيبي هيك كانت الموضة من زمان، بعدين انا ما كانوا كتافي عراض، بس الكتافيات هي كانت تخليها عريضة وحلوة. مشان تضلك تحبني حتى لو افترقنا مو مهم، انا بعرف انه الي مكاني عندك ما حدا رح ياخده. ايلول عم يعزف لاف ستوري. بعرف بس عم يعزف كتير حلو. قيمك من هالحكي، ما سمعنا منعزفه شي غير لاف ستوري. لك بنتي الولد ترك الفيلا تبعه واجا لهون وعم يعزف عناي معزوفات العشق لانه هو عاشق. شو رايك ايلول؟ لا حبيبتي لاني انا علمته العزف. اها هذا السبب. شوفوا شام كيف عم تطلع على عمورة. أيوة أيوة الظاهر النار ولعت بالمدخنة على الآخر. برافو كتير حلو عمورة، عزفك كتير حلو. عزفك بجنة. شكرا لكم، أنا كمان بتفاجئ بحالي، بالبيت ما عرفت أعزف هيك. والله الجنينة والهوا هون خلوني اعزف منيح. بابا بابا تعرف دروس الموسيقى ما كملتها، وقفت بنصها. بسيطة رح نأمن لك أستاذ. بس بصراحة أنا كنت مرتاح مع أيلول، يعني متفقين أنا وياها وما صارت مع أي أستاذ. بس أيلول تركتنا شو بنعمل؟ إذا أنا دورت عليها ولقيتها بجوز تقبل تكمل دروسي بالموسيقى. اسألها ومنشوف، وإذا وافقت تكمل الدروس على الآخر قبل ما ترد تروح. يسلموا بابا شكرا كتير. استنى استنى، أنا ما قلت هلأ، هلأ الدنيا ليل، بكرة بتتصل، مو حلوة تزعج البنت. عود يلا. ايه والله مزبوط. بابا معلش نلعب لعبة دارت. شو علي؟ لعبي. ايلول اشتقت لك كتير، خالة نورة عم تكتب لي رسالة، بس تخلص رح اشكلك كتير لأنه تابت فاي. تذكري انه جبنا فاصوليا رح تكبر كتير، ورح ازرعها انا وبابا سوا بجنينة بيتنا،
نحن كلنا اشتقنا لك. ومبارح نمت أنا وبابا سوا على التخت، وبابا شافك في الحلم كمان وقال يا أيلول. أيلول أنا اشتقت لك كتير، تعالي لو سمحتي، تعالي 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 تعالي. Jack Beat Miller'la Cihadi var. Kamil Robot 2. Camil Kutlar dışarı çıkmak isteyken çağırsa uyduğumla çevir. رسيلك على بر على الأقل وخلينا نسمع الأخبار. تفضل بابا. هاي الأخبار. Güney Afrika gezisini sürdüren Erdoğan, AK Parti'de yaşanan gelişmeleri de Ali Kıran Başkesen değilim sabrediyorum sözleriyle değerlendirdi. Melik Yiğit'in haberi. Şu yani. مسكر لا ود الدكان مباعد بابا. شو؟ اي نعم انا تركت هاي المهنة كلها، رجعنا لنفس القصة من جديد. ايه بابا نحن رجعنا للمشكلة تبعنا من جديد. انا ما عم بقدر اشتغل الزمزمبي، انا بخلق مشاكل من ولا شيء. كان لازم تصبر شوية اب. على شو بدك ياني اصبر؟ هيك مشان تهرب مني كل الناس؟ الثانوية وهربت، الجامعة وهربت، البنت اللي بحبها هربت كمان، صرت مهندس معماري ما فلحت، صرت نجار وما قدرت أعمل شيء كمان. ما في داعي للياس يا ابني. أنت بتعرف تعطي نصايح منيح، وكأني أنا يلي حابب أغرق، أنا مثل الطابة، كل ما حدا شاطه دائما بتجي بالعرض وبتطلع لبرا. لا وين؟ لازم تصمد يا ابني، هيك الحياة. بس مو هي الحياة اللي أنا بحبها. يكفي ولا جنان، والدكان ما رح تتركها. أنا تركت الدكان بابا، خلصت، تركت الدكان وخلصت. دير بالك تحكي معي بهالطريقة، أنت فهمان؟ أنا ما بسمح لك بنوب. ماني فهمان، نيح ماني فهمان. بابا وهي نقطة عشرة. قديش هلأ صرنا؟ انت 113 وبابا 101 وانا 105. انت ما عم تغش مزبوط؟ لا بابا عم بجمعون لشو حتى غش. طيب هلأ دوري. وقف قربت كتير لقدام. والله ما قربت يا بنتي، لساتني محلي. قدمت قدمت انا شفتك، وجدتي كمان هيك كان يعمل. طيب هيا رجعنا لورا. منيحون؟ ايه لحظة لرد. هذا لوند عمكم. الو ايه لوند؟ شو؟ من امتى؟ وين انتو هلا؟ طيب انا جاي فورا. بابا ان شاء الله ما في شيء. جيتكن اجتوا ازمه قلبيه، ضلوا هون، ديري بالك على اخواتك، انا بتصل فيكم. نورا اسيا بابا انت عم تسمعني؟
يخليك لا تموت بابا، الله يخليك لا تموت. ألو مؤيد، بابا اجيته أزمة قلبية، عم ينقلوها هلا على المستشفى. دي يا فرات، بأي مستشفى؟ طيب طيب أنا جاي فورا. من شوي طلعت، لا تترك المحل فاضي وتطلع. لا تخاف، في ناس دايرة بالها، هلا جايين لعندكم أنا ورزان. أي طيب، بشوفك هنيك. الله معك، مع السلامة. شو صار مؤيد؟ عمو سادم اجته أزمة قلبية وهلا عم ينقلوه على المستشفى. خلينا نروح لهنيك. رح خبر عايدة. شو صار بالضبط؟ فجأة غاب عن الوعي. طيب في شي عنده مشاكل بالقلب على العلمة؟ لا لا، بعرف انه ما عنده شي. بتعرف شو زمر الدم المريض؟ اوه سلبي. طيب من فضلك استنى شوي. اذا اتصلنا بالمشفى ما بيقلولنا شي؟ بعدنا ما بنعرف اذا وصلوا على المشفى ولا لساته. خلونا نروح نحنا كمان. ما بيصير حبيبتي، ما بيصير تروحي. ليش ما بصير؟ ممنوع حبيبتي يفوتوا الأطفال على المشفى. وليش؟ لما يمرضوا ما بيخلوهم يفوتوا كمان؟ اف، ما عاد أقدر أتحمل. يلا قوم نروح، شو قاعدين نعمل هون؟ يلا قوم. استنوا على الأقل حتى يخبرنا أبوكم وبعدين بتروحوا. الله يستر وما يصير صادق بيك شي. صادق جاكلار. يلا امشوا بسرعة، السيارة على الباب. اخذ العين، لحقتي تطلبي تاكسي؟ اتصلت وطلبته وهلأ هي برا. مين بده يروح؟ انا رح روح. وانا كمان. نورة قومي روحي، ديري بالك على الولاد، وانا بخلي ناز معي. لا لا لا، انتوا ضلوا مع ناز. وانا كمان بدي روح. بس حتى يتصل فينا البابا أنا بوعدك أخذك لعندهم حبيبتي. لو أنت، شو اللي صار؟ أنا اللي خربت كل شيء، أنا السبب اللي صار لبابا، أنا السبب. طيب روق، هلا روق، راح يتحسن صدقني. الحمد لله على سلامته فرات. الحمد لله على سلامته. انت منيح حبيبي؟ شو وضعه هلا؟ بعدنا ما عرفنا شيء، عم نستنى خبر. في شيء نساعد فيه؟ لا، عم نستنى عادي. لو انت فيك شيء؟ فرات، فرات، فرات الدكتورة. انت قريبه للمريض اللي اجى هلا مزبوط؟ ايه. الحقيقه صار معه ازمه قلبيه قويه، مرتين وقف قلبه بس سيطرنا على الوضع.
وهلا شو وضعه؟ القلب هلا رجع لوضعه الطبيعي، بس بده وقت ليرتاح. منقدر نشوفه هلا؟ هلا ما بيصير، لحتى يصح ويتحسن شوي. الليلة هو بالعناية المشددة، وراح يضل 48 ساعة مراقبة، ولازم يضل عنا هاليومين لأنه حياته لساتها بخطر. قدروا ينقذوه ما هيك؟ يعني أكيد هلأ صارت حالته منيحة صحيح؟ أبوكي جوا عم يحكي مع الدكتور عن وضعه، هلأ بس يجي البابا رح نعرف شو الوضع. اهدي حبيبتي. شو يعني اهدى؟ أنا رايحة لعند البابا. بابا كويس؟ يا رب يعيش، جدا لازم يعيش. إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله. شو رأيك تتفرجي على هذا الفيلم؟ لكان شو رأيك في فيلم الزرافات؟ ما بدي شوف خالي آسيا. شو يعني أزمة قلبية؟ والله أنا ما بعرف شو يعني يا بنتي. كل اللي بعرفه أنه القلب يوقف على غفلة لحاله. طيب ليش؟ في إله أسباب كتيرة. السيجارة مثلا. بطلتها. من أينتا؟ اليوم. بس جدي ما كان يدخن. هو ما بيدخن ومو سمين. العصبية ممكن تعمل هيك شيء. شو يعني العصبية يا خالي آسيا؟ العصبية يعني بيتضايق الواحد هيك كتير. يعني جده مرض لأنه متضايق؟ يجوز يا حبيبتي، ما منعرف. شو في شي بدي قلك؟ خلينا هلأ نقوم ننام نحنا، ولما بيطلع الصباح بيحكوا معنا ومنعرف شو اللي صار. أنا ما رح نام بنوب، رح تضلني قاعدة حتى يرجعوا إخواتي. وبركي من هون للصبح ما رجعوا حبيبتي. بهيك حالة رح ضل الصبح استنى. رح أجن أنا يا ربي. فرات قلت لك رح يعيش؟ رح يعيش، مؤكد رح يعيش. كنت لساتك صغير ما بتتذكر. مرة بابا مرض مرضى قوي كتير، كنت بهداك الوقت صغير عمري 8 سنين. ما كنت شايف بابا مرضان قبل هيك. بهداك اليوم شفته مريض، كانوا يقولوا انه حرارته ارتفعت كتير، كان يتألم ويتوجع. خوفني كتير يوما، حسيت انه رح يموت. حطيت حالي معه بالفرشة وتحت الحاف قعدت ادعي ربي، يا ربي بترجاك ما تموت بابا، بترجاك. نزل دموعي بدون ما أحس. نمت على الحال. لما فقت الصبح من النوم كان بابا واقف وهو بكامل صحته وعافيته، قرب لعندي بوسني وقال لي دعواتك انقبلت. كان عم يسمعني وهو عم يتوجع. قال لي لا تخاف، أنا ما بموت ببساطة، طمن، في على ظهري بطاريات احتياطية، لما أنا بمرض بتشتغل هاي البطاريات، وطبعا هاي البطاريات هي اللي بتنقذني، مشان هيك اطمن أنت. وأنت لو أنت كمان، بابا عنده بطاريات احتياطية وبسببها رح يضل عايش. أنا ما كنت أعرف هالشي، طمنتني، في شي بيحميني. طبعا عنده، الرئيس ما بيترك شي للصدفة معلم. بدي احكي لي كيف جده. شو بدي احكي لك ناس، ما ضل عندي شي لك يا شو ما كان، المهم تحكي. رحنا على المستشفى وطمنا انه حالة جده كتير منيحة، وقعدنا هنيك شوي ننتظر، وعمران اجا ورجعنا على البيت. انتي ما شفتي جدي يعني؟ ممنوع. بابا ما شافه كمان؟ لا، لأنه الدكتور مانع للزيارة. إذا رحت أنا ما بيخلوني شوفه؟ ما بيخلو حدا، بس رح قلن إني أنا حفيدته الصغيرة، رح قلن إنه بيحبني كتير، وقلن إنه أنا بحبه كمان. يلا كلي، يلا يا أمورتي الحلوة،
بس بابا يخبرنا عنه بوعدك اني انا رح اخذك لعنده. ايه؟ ملاحظة الكابتن بدفتر السير، تاريخ النجم 2005 ربيعيا، نحن في اليوم الثاني من المشوار الذي خرجنا به لكي نبحث عن عمل مع الآنسة إيلول والكابتن الثاني سباك. الأحداث المفجعة في اليوم الأول حصلت على شكل سلسلة، لكننا سعداء في اليوم الثاني. وهو كذلك قبطان. حلو كتير الكابتن سباك، حلو. لازم شوية من قوة الخيال ومن الأمل، وبجوز نلاقي الشغل عم يستنانا وهو فاتح إيديه. شو عرفك؟ صحته صارت منيحة وبتقدروا تشوفوه. شكرا كتير. بتمنى ما تطولوا عنده. لو أنت ما رح فوت. ليه؟ من 6 سنين ما شفنا بعض. يلا فولاد، هذا مو وقت هالحكي. بجوز يتضايق من شوفتي. يلا تعال. 6 سنين. يلا أخي يلا تعال. ليش هيك تطول شعرك؟ قص اليوم. طيب قص اليوم. انت منيح بابا؟ منيح طبعا. انا عندي بطاريات احتياطية يا ولد. بعرف. بس مبين عليه قوية كتير. ما حبيت هالمكان. يلا. ايه طيب، بس شو بدنا نقول للجماعة؟ ما حبيناكم؟ وشو فيها؟ ما عم بقول لك، ما بيصير نقول انه ما عجبتونا؟ نحن دايما لازم ما نعجبه؟ طيب خلينا نملي هالاستمارات، يلا خلينا نكتب. شو ما صار؟ شو؟ نظرتي ما بتخيب ابو حميد، صدقني. الو نعم. ايلول وينك؟ حبيبتي نازي انت؟ شلونك ايلول؟ انا منيحة يا قلبي. وصلتك رسالتي؟ طبعا حبيبتي وصلتني. قريتيها؟ معقولة ما قراها؟ حبيبتي قريتها كتير وانبسطت كتير وشكرا إلك. السيدي تبع منيح. أنا مو منيحة. ليش؟ أنا زعلانة على جدي. ولا شو زعلانة على جدك؟ صاب بسكتة قلب وهن هلأ بالمستشفى، راحوا ما أخدوني. شو هالحظ؟ بتعرفي على أي مستشفى راحوا؟ والله ما بعرف. طيب اسألي الخالة آسيا إذا بتعرف. طيب أنا رح أتصل فيكي بعد شوي. أوكي. أنا بحبك. وأنا بحبك. يلا مروة. لا تأخذونا لأنه لازم نمشي هلأ وبسرعة، لأنه واحد من قرايبنا أخذوه على المستشفى وهلأ لحتى خبرونا. ليش لا؟ الحمد لله على سلامته. مع السلامة. الله معكم. لك شو هالحظ ولي على قلبي؟ البنات حلوين بس هذا وقته؟ يا زلمة الطويلة شغلي. لا تخاف، بكرة بيرجعوا أبو حميد. شو عرفك؟ شو صاير عراف؟ لأنه نسي وهات. فرات طمني شو الأخبار؟ الحمد لله تحسن شوي.
قبل شوي شفته تعبان وقال لي لازم تقص شعرك. تخيلي بشو مهتم. منيح فرحتني كتير. الحمد لله على السلامة. تسلمي. رح روح على البيت هلا. بيتكم. قلت بطمن الأولاد. تصبح على خير. وأنت بخير. شفقانة على هالمسكينة. شايفتها زعلانة كتير عجدة. أنا مو متعودة أشوف ناس هيك. هي بتنط وبتشط وبتطلع فوق الطاولة وبتكسر الغراض. يا رب ما تضل هيك مثل أولاد المساكين. فرات بيك. أوف كمان هون. فرات بيك أسفة على إزعاجك. عفوا ما كنت صاحي. بس آسف. كيف عرفتي إني هون؟ ناس خبرتني. الحمد لله على سلامته. هو بخير؟ بخير. عدى مرحلة الخطر؟ عدى. خفنا عليه شوي بس الرئيس البيك هيك. شو العمل؟ في شي ممكن ساعدك فيه؟ جيتك بتكفي. بهاي الظروف ندور على اللي بيوقف معنا وبنفرح كتير بشوفته. تعي ناخد قهوة. صرت منيح صادق بيك؟ منيح منيح. بقدر اطلع اليوم المساء؟ لا ما وصلنا لهالقد. من بعد إذنك بدك تضل بضيافتنا كم يوم. ليش ما بطلع؟ لا تجي حضرتك ضيفة لعنا. إن شاء الله معافى. حكينا معه قبل شي ساعة تقريبا. خفت كتير. قلبي كان عم يتقطع. ولما الأولاد راحوا على البيت بلغتهم اني رح ضل عن جدة. ما قدرت روح. ومنيح اللي ما رحت. لو صار له اي شيء وانا مثل ما بتعرفي ما شفته من زمان كتير لان كنا متزعلين. لو مات ابي بدون ما يسامحني كنت ما سامحت حالي بنوم. خبرته لعمو صادق انك اجيت على الباب بهداك اليوم. عن جد عم تحكي؟ نعم. وقلت له انك ترددت. العم صادق انبسط كتير. قال وقتها معلش منيح تروحي. على الاقل لما بيعصب من الاولاد بتخطري بباله. اكيد بتخطري. وبكل لحظة بتمر. شكرا ايلون. حلو انك تقولي في جزء من عقله انا موجودة فيه. مرة انسان حتى لو كنت بعيدة. بعيدة كتير. وينك يا آسيا؟ ناز معصبة وبدها تروح. لوين بدها تروح ناز؟ ناز حبيبتي لوين بدك تروحي؟ بدي روح عن جدة. لازم روح عن جدة. بنتي وكيف بدك تروحي لهنيك لحالك بقى؟ رح أركب بالتاكسي وقل له لعمو خدني على المستشفى. حصلتي فيها مصاري. وإذا ما كفتك وبلكي أخدك شوفير التاكسي وخطفك. ما بياخدني. إذا أخدني بتصل ببابا وبقله وبابا بيعصب وبصرخ عليه. طيب شوفي شو رح نعمل.
خلينا نتصل بالبابا وهو بيبعت عمران مشان ياخذك لعنده، شو رأيك؟ تمام؟ توعديني خالي آسيا؟ وعد كشفي؟ عهد الكشافة. تعهد الخالة؟ تعهد الخالة. طيب أنا رح أحكي معهم ماشي؟ الله يكون بعونها بس تكبر هالبنت شوي. ألو بابا. حبيبتي. بابا بدي إيجي لعندك، شقت له كتير لجده. بس حبيبتي أنت ما فيك تجي على المشفى. ليش بابا؟ شلون أخواتي إيجوا؟ لأن هون كبار وأنا كمان كبرت. إجيت نوبة العناد وما رح ترضى حتى تجي لهون، زعلانة على جدك كتير. إذا بدك أنا بحكي معه. بدي أطلب منك طلب. ألو؟ ألو بابا؟ بنتي بدي تسمحي لي بشوية وقت، رح أتصل فيك بعد شوي، موافقة؟ تمام.